خلال اتصالين هاتفيين، الرئيس السيسي يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية والرئيس التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين ويشهد توقيع عقود مكونات سياحية لموقع التجلي الأعظم. دار الإفتاء المصرية تؤكد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم، معلنة غدا الاثنين أول أيام الشهر المبارك، 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. إلى تفاصيل نشرة 9، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر المعظم على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أجرى كذلك اتصالا مع رئيس التونسي قيس سعيد، حيث تبادل الرئيسان أصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم الخير والسلام والرخاء للشعبين المصري والتونسي الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك السعودية، والذي قدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن الاتصال وأعرب عن خالص تمنيات القيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ووجه الرئيس السيسي في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجالية المصرية المسلمة المقيمة بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة المزيد من التنمية والرقي والازدهار. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري العظيم بحلول شهر رمضان الكريم، وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبت السيدة انتصار السيسي: نحمد الله على قدوم شهر رمضان، شهر الخير والرحمة، داعية الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر. كانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، معلنة غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك. وتقدمت دار الإفتاء بهذه المناسبة بالتهنئة للشعب المصري وجميع المسلمين في كل مكان، داعية الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام. هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء الشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الذي يتزامن في هذا العام مع الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية. تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان، ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المواطنين المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام
متزامنا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم. ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وللشعب المصري العظيم جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان. كما ثمن رئيس مجلس النواب سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحثيث للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة الأشقاء الفلسطينيين، فضلا عن مساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان. ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلا للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين، ونحن في هذا المقام نثمن مجددا جهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ونحن إذ نشيد بالدور المصري في هذا الشأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء. تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وعبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين عن خالص دعواته بأن تحقق مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تتمكن بقيادته الحكيمة من تخطي كل الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل ومزدهر ينعم فيه الشعب المصري بالأمن والأمان. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات التطوير لموقع التجلي الأعظم. وأكد مدبولي أن زيارته تأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمكونات مشروع التطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، والذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس السيسي في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقود الإدارة والتشغيل المكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام مع شركة شينجنبرغ الألمانية. ويأتي هذا التوقيع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مدينة سانت كاترين لمقصد سياحي عالمي وبما يتناسب مع قيمتها التاريخية المقدسة. هذا وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الكامل والتوسعات التي يشهدها مطار سانت كاترين الدولية. وخلال زيارته حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين. وأشاد مدبولي في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ بالمشروع، موجها باستكمال مشروع تطوير مطار سانت كاترين الدولي بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي، باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة. خلال جولته في مدينة سانت كاترين، قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة لمتابعة تنفيذ مشروع الحي السكني بالزيتونة ضمن تطوير موقع التجلي الأعظم. وتفقد مدبولي إحدى البنايات في الحي السكني بالزيتونة واطلع على تأسيس إحدى الوحدات الجاهزة، مشيدا بمستوى التصميم الذي يتوافق مع البيئة المحيطة، وكذا تشيب وتهدف بالأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع
إلى الحفاظ على الصورة الطبيعية والروحانية للمكان، فضلا عن الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي باستعمال نباتات من نفس البيئة. كما تفقد رئيس الوزراء إنشاء النزل البيئي الجديد بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام. كما تفقد رئيس الوزراء موقع إنشاء مركز الزوار الجديد، والذي يمثل نقطة استقبال وتوجيه محوري للسائح والزائر من خلال مبنى حديث يشمل كافة الخدمات. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المنتجات الشعبية التي تضمها الأسواق، التي تشمل الأعشاب والمشغولات اليدوية والفواكه المجففة والخضروات المجففة، وكلها منتجات صحية تروى بمياه الأمطار وتنفرد بها المنطقة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من إبريل القادم. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل 2024. كما صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024، والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27 من مارس 2024. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، الذي أشار فيه إلى التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين. أولا، قبول دفعة جديدة من المتطوعين ومن قصاص الأثر لصالح حرس الحدود من مواليد ومقيمي محافظتي أسوان وقنا والمناطق الحدودية بنطاقهم، استكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها اعتبارا من 1/4 حتى 8/5/2024. ثانيا، قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024. التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات، التأكيد على صحة المستندات والبيانات التي يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون، الإبلاغ الفوري عن الأشخاص الذين يوهمون الشبان بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة ويبتزوهم ماديا، والحذر من التعامل معهم، التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها طبقا لعنوانه في أول بطاقة رقم قومي قام باستخراجها. نؤكد على شبان التجنيد ممن له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بمستندات تؤيد حقه في ذلك. وللمزيد من المعلومات عن شروط التحاق المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني takand.mod.gov.eg، وللتعرف على الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني takand.mod.gov.eg، بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكتروني 15499. تستأنف في القاهرة اليوم محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في متوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك. كانت القاهرة قد استضافت الأحد الماضي على مدار 4 أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة 6 أسابيع، يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
حيث شاركت في تلك الجولة والتي تأتي برعاية مصرية وفود من حماس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. وغادرت حماس في نهاية الجولة التشاور، إلا أنها أعلنت أن المفاوضات متواصلة. نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عددا من الطلعات الجوية ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة في شمال قطاع غزة. وأعلنت القوات المسلحة أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نفس الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. جاء ذلك تزامنا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الدور المصري الفاعل لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. وقعت منظمة الصحة العالمية في مصر وسفارة اليابان بالقاهرة اتفاقية لدعم مصر في الاستجابة للاحتياجات الصحية للمصابين والمرضى من غزة الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية. تهدف الاتفاقية لتوفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بالتنسيق مع مختلف الشركات والشركاء الدوليين لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة. من أول يوم في حصر بالمتطلبات من الجانب المصري، سواء كانت في أدوات طبية أو في أدوية أو في بعض الأجهزة لإسعاف المصابين. النهاردة الاتفاق ما بين الحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية ب 8.3 مليون دولار منحة لمدة عامين لتنفيذ كتير من المتطلبات المصرية في المستشفيات المختلفة. عندنا أكتر من محافظة، أكتر من مستشفى هيكون فيها هذا الدعم. النهاردة بنشهد واحد من أوجه هذا الدعم من خلال توقيع بروتوكول تعاون ما بين منظمة الصحة العالمية، المكتب الممثل مصر في المنظمة، والحكومة اليابانية بمثلها سعادة السفير الياباني، لدعم المنظومة الصحية للتعامل مع
تداعيات الأحداث في قطاع غزة. النهاردة الدولة المصرية بتوجيه مباشر من السيد الرئيس بتقدم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في القطاع، وده تكليف من السيد الرئيس للحكومة المصرية وللدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. وبالتالي بدأت مصر في استقبال سواء العابرين وتقديم خدمات رعاية صحية لهم أو المصابين في المستشفيات المصرية. وقعنا على اتفاقية بمبلغ 8.3 مليون دولار لتقديم الدعم للمؤسسات الصحية اللي خصصتها وزارة الصحة والسكان لاستقبال ومعالجة الأخوة القادمين من غزة، سواء لنسيجة إصابات الحروب أو الأمراض الأخرى. حقيقة جمهورية مصر العربية تعودنا عليها تقدم المساعدات لكل الأخوة العرب وغير العرب، يعني من أيام كوفيد 19 إلى الأزمات اللي حصلت في السودان، في ليبيا، في المغرب، والآن أيضا في غزة، وفتحت أبوابها وتقدم خدمات مجانية. وقعت اليوم اتفاقية لتمويل مشروع لتقديم معدات طارئة للمستشفيات المصرية بهدف دعم المصابين الفلسطينيين وتقديم الأجهزة اللازمة والعلاج بشكل إنساني. ونقدر بشدة الدعم الذي تقوم به الحكومة المصرية وجهودها الدبلوماسية والإنسانية لإرساء الأمن والسلام للفلسطينيين. تأتي تلك الاتفاقية دعما للجهود المصرية لعلاج المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نحييكم من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمالا للجهود المصرية لتقديم كل الدعم للأشقاء في قطاع غزة من الفلسطينيين المصابين والجرحى، تم توقيع اليوم اتفاقية تعاون بين منظمة الصحة العالمية في مصر وسفارة اليابان بالقاهرة لتقديم دعم يقدر ب 8.3 مليون دولار لدعم مصر في الاستجابة للاحتياجات الصحية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين الجرحى والذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية. هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هنا في العاصمة الإدارية الجديدة شهد عليها وزارة الصحة ووزارة التعاون الدولي وبحضور السفير الياباني بالقاهرة، وهي تمثل أيضا دعم قوي للجهود الصحية والطبية المصرية المقدمة للأشقاء في فلسطين. نحن نتحدث عن مجموعة من المجالات سوف تخصص لها هذه الاتفاقية، من بينها تقديم الدعم للأجهزة الطبية بالإضافة إلى العمليات الجراحية إذا كانت الحالات تستدعي هذه الحالات. نتحدث عن 80% من هذا المبلغ سيتم توجيهه لهذه الأجهزة الطبية والاحتياجات الصحية والطبية، بالإضافة إلى 20% لبناء الكوادر أيضا والقوى البشرية للتعامل مع الحالات الحرجة القادمة من قطاع غزة. نعلم أن مصر بذلت جهودا كبيرة في الآونة الأخيرة سواء لتقديم المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا جراء العدوان الذي يتعرضون له لليوم 56 بعد المئة. نتحدث أن هذه الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة تدخل اليوم في شهرها السادس وسط تقديم مجموعة كبيرة من المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة، وأيضا توفير العلاج للمصابين والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج هنا في المستشفيات المصرية. وبالتالي تأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم استكمالا وتكليلا لهذه الجهود المصرية وجهود القيادة السياسية لدعم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين. هذا بالإضافة إلى أنه سوف يكون في الفترة القادمة مزيد من التعاون من جانب منظمة الصحة العالمية في مصر لتقديم هذا الدعم إلى الأشقاء في فلسطين. إليكم زملائي في الاستوديو.
تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مركز الإمداد الغذائي بمدينة الشيخ زويد لتوفير وجبات الإفطار والسحور للأسر النازحة في قطاع غزة. أكد المحافظ على قيام المركز التابع للهلال الأحمر المصري بتجهيز 15,000 وجبة إفطار وسحور لأبناء قطاع غزة، مشيرا إلى قيام مؤسسة مصر الخير بتجهيز 7,500 وجبة أخرى. هنجهز ان شاء الله وجبات تقريبا يعني كده حوالي 15,000 وجبه كل يوم لصالح اخواننا في قطاع غزه. وجبات طبعا الفطار والسحور ويعني كل كامله، وانا كنت بتفقد المعدات والاجهزه، واهم حاجه حطيناها في الاعتبار هو احتياطيات الامن المضبوطه عشان خاطر نضمن استمرارية هذا المكان في العمل. احنا دلوقتي موجودين في مركز الامداد الغذائي التابع للهلال الاحمر المصري، اللي احنا بدأنا الحمد لله لاخر تجهيزات لدخول الوجبات الساخنة لقطاع غزة والاسر المتضررة من الازمة الفلسطينية. في الهلال الاحمر المصري احنا في المرحلة الاولى احنا بنبدأ نضغط لاعداد وجبات سخنة بالاضافة للخبز وكذلك وجبات السحور لتكون رسالة امل مننا في الهلال الاحمر المصري لاخواتنا في فلسطين مع بدء شهر رمضان. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنين أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على جميع الشعوب العربية ويتقبل منهم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، حيث توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا للشعب العراقي الشقيق دوام الأمن والرخاء، وهو ما تمنه الرئيس العراقي داعيا الله عز وجل أن يعيد الشهر المعظم على البلدين الشقيقين بالخير واليمنى، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما البركة والازدهار. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتم تبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما الخير والازدهار. ما ضلش حاجة. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة وسط وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها 56 بعد المئة. وأعلن مستشفى شهداء الأقصى وصول جثامين أكثر من 37 شهيدا و 118 جريحا خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن القصف على المحافظة الوسطى ومنطقة المواصب خان يونس مستمر منذ أمس. بذلك ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 31,045 شهيدا و 72,654 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، وأن الأطفال يموتون جوعا فيما تدخل الأعمال العدائية في القطاع شهرها السادس. قال جريفيث إن مجتمع العمل الإنساني على دراية بما يتعين عمله لإنقاذ الأرواح في غزة، وبحاجة
إلى الظروف والضمانات المناسبة. يشمل ذلك وقف إطلاق النار والامتثال التام لقواعد الحرب وتوفير نقاط للدخول الإضافية إلى القطاع ومزيدا من طرق الإمداد وسعة التخزين في غزة وتحسين حماية قوافل الإغاثة. تستمر معاناة النازحين الفلسطينيين مع تواصل القصف من القوات الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا وغابت الأجواء الاحتفالية عن المدن الفلسطينية مع استقبال شهر رمضان. أجواء الحرب والموت ومشاعر الفقد تسيطر على النازحين في غزة عشية شهر رمضان الكريم. احنا اليوم يعني شرفنا على ما يقارب 30,000 شهيد، ولا زلنا كمان العدد بتواصل قاعد. فيا ريت احنا اليوم يعني احكي لك اياها بشغله، انا بتمنى انه احنا نقف عن الشغله هذه. امر الله حق، الموت حق علينا، لكن انا بتمنى انه الشغله هذه تقف، اللي نرجع مش نبني قبور لانه العدد لسه بتواصل، لا احنا بدنا نبني في هالبلد، نرجع نعمر فيها. لا زالت الاوضاع صعبه مع استمرار قصف قوات الاحتلال الاسرائيليه لقطاع غزه التي يجلس سكانها في خيام وسط البرد وعدم توفر الاحتياجات الاساسيه. من حد ما دخلت المساعدات بدات الدبابه وطائره الكواد كوبتر بتطخ على الناس المتواجدين غادي، الناس اللي رايحة تجيب لقمة عيشها ولقمة أولادها، بدأت تطخ عليهم وأصبح هناك العديد من الشهداء والإصابات. ورغم المعاناة يحاول الأهالي في غزة التمسك بأي بصيص أمل، حيث بدت القليل من السمات الاحتفالية في الخيام استعدادا لاستقبال شهر رمضان. وعلى خلفية الحرب التي تشهدها غزة خفتت الاحتفالات في المدن الفلسطينية. وفي القدس أغلقت نصف محلات بيع الهدايا أبوابها وخلت الشوارع الضيقة المؤدية إلى المسجد الأقصى من المارة على نحو مخيف، وغابت أضواء الزينة والفوانيس الساطعة التي كانت معتادة كل عام. أخبار التاسعة ما زالت تتواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. احتفاء عربي ودولي بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وأبو الغيط يدعو للتوصل إلى تسوية. رحبت مصر باستضافة جامعة الدول العربية اجتماع الأطراف الليبية، واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن مخرجات هذا اللقاء تعد خطوة هامة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها. هذا وضعت الجلسة الحوارية الليبية والتي عقدت بدعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة تهتم بالإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن الليبي. أكدت الجلسة كذلك على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لمساندة هذا التوافق من أجل إنجاحه. اتفق الحاضرون على الآتي: 1. التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية. 2. بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه تشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة 6+6 وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. 3. وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن. 4. توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.
5 دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه. من جانبه تمنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي التوافق بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متوجها بالشكر للجامعة العربية. أنا نأكد على شكرنا وتأكيدنا على الشكر الكبير لمعالي السيد الأمين العام على هذه الدعوة، وأي توافق يحدث في بين الأطراف السياسية في ليبيا لإجراء العملية الانتخابية انتخابات رئاسية وبرلمانية هو مطلب مهم جدا، ونحن ندعم هذا ونثمن أي مجهود في هذا الاتجاه. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أن تحديد مصير الانتخابات ووضع القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات هي الوسيلة للوصول إلى دولة مستقرة، مؤكدا في الوقت ذاته على قبول كافة الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بالتأكيد وضعت القاعدة الدستورية، وضعت قوانين الانتخابات، فنحن اليوم أكدنا على أن الانتخابات هي وسيلة للوصول إلى دولة مستقرة، إلى تكوين انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب الجديد بإذن الله. وبالتالي الانتخابات يعني الآن في قبول من كل الأطراف الليبية، أيضا المجتمع الدولي ومن الليبيين، أن الانتخابات هي الحل، ونحن الآن ما نؤكد عليه وأكدنا عليه في هذا البيان لصدر هذا اليوم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة. تبادل الزعيمان التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. دعينا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم، وأن يديم الخير والبركات على الشعبين الشقيقين، ويحفظ الأمتين العربية والإسلامية، ويرزقهما الأمن والاستقرار. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أولوية الجامعة العربية في الملف السوداني والمتمثلة في ضرورة إيقاف الحرب وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السودانية. خلال استقبال رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية تقدم عبد الله حمدوك ووفد التنسيقية، وشدد أبو الغيط على استعداد الجامعة العربية الكامل لتقديم أي مساعدة مطلوبة للأطراف السودانية من شأنها لم شمل الأطياف السودانية لحل الأزمة، وأكد على أهمية مرافقة الدولة السودانية في أي مبادرة من شأنها الوصول إلى حل سلمي. رحب البرلمان العربي بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا بالأغلبية يدعو فيه لوقف القتال في السودان خلال شهر رمضان الكريم. وأكد البرلمان العربي ضرورة الالتزام بوقف أعمال القتال حفاظا على أرواح الأبرياء، معربا عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة لاستئناف الحل السياسي للأزمة وفق مخرجات اجتماعات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني. وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت بشأن ضرورة حل الأزمة في السودان سياسيا، بما يحافظ على وحدة الجيش السوداني وسلامة أراضي السودان والحفاظ على مقدرات شعبه. أكد أعضاء مجلس الأمن أن قرار المجلس بالوقف الفوري للأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان الكريم هو دعوة للتوصل إلى تسوية سياسية وحل مستدام للأزمة عبر الحوار. كما دعا قرار مجلس الأمن جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريالو سيزور أفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من 11 إلى 23 من مارس الجاري. كان بلينكن قد أعلن في 27 من فبراير الماضي تعيين توم بريالو مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى السودان. وقال بلينكن إن مهمة المبعوث الخاص هي تنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان، وتعزيز جهود واشنطن لإنهاء الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور. التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بشكل نهائي على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور. التعديلات تأتي في إطار سعي الدولة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، فضلا عن تحقيق الانضباط على الطرق. العاملين أو اللي هيسوقوا التوك توك يخضعوا لنفس التحاليل اللي بيخضع عليها كافة السائقين، يعني المخدرات، كشف الهوية، كل حاجة. عدد التكاتك يكون محدود ومقنن لأنه عدد التكاتك بقى أكتر من البشر. أخيرا طبعا أساند هذا القانون وأحفزه، أتمنى فعلا تطبيقه على أرض الواقع. أعلن موافقتي من حيث المبدأ، حيث أن القانون يأتي متواكبا مع حالة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. لعل وعسى الحالة المرورية التي تمر بها مصر من تكدس لسيارات قديمة وسيارات يلتزم علينا أن نقوم بإحلالها وتجديدها تتطلب مثل هذا القانون. مجلس النواب وافق كذلك بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد. مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وهكذا يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة مشاريع قوانين تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهل أداء عمل الحكومة. هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا على أهمية التعديلات في بعض أحكام قانون المرور. كل التعديلات اللي تم طرحها وإقرارها اليوم بتصب في مصلحة المواطن المصري والشعب المصري. كان التعديل الأولاني الخاص بأن في مركبات خفيفة يعني آمنة يتم ترخيصها وتسيرها في داخل المحافظات وليس على الطرق الرئيسية لتحل محل التوك توك. كنا بنناقش عدد من الموضوعات في تعديل قانون المرور، من ضمنها الموضوع اللي حضرتك ذهبت إليه، إن احنا طبعا في اتجاه قوي إن يبقى في ترخيص لمركبة جديدة خفيفة تساعد في حركة المرور وتساعد في نقل المواطنين، وطبعا ده المركبة دي هيتم ترخيصها بمعرفة وزارة الداخلية. وايضا احنا تحدثنا عن برضو تقنين وضع التوك توك، ما احنا بنلغيش التوك توك حتى لا يظن بعض في الغاء لهذه الوسيله، ولكن بيتم النظر في تقنينها بشكل يحافظ على امن وامان وسلامه المواطنين. في اطار حرص وزاره الداخليه على تقديم الدعم لاهالي المناطق الحضريه الجديده، قامت الوزاره بتوزيع مساعدات عينيه على اهالي تلك المناطق على مستوى الجمهوريه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. استمرارا لما تقدمه وزارة الداخلية من دعم لأهالي المناطق الحضارية الجديدة وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وجهت الوزارة مأموريات إلى قاطني هذه المناطق على مستوى الجمهورية لتوزيع بواد غذائية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد
برعاية رئيس الجمهورية، حيث شارك في هذه المأموريات طلائع مبادرة جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية للارتقاء بثقافة هؤلاء الطلائع وترسيخ قيم الانتماء الوطني لديهم، وهو من عكس على حرصهم على المشاركة في هذه المبادرة الاجتماعية. مبادرة بتجيلنا على طول بشكل مستمر وبيهتموا بينا خالص، ونشكر السيد الرئيس على اهتمامه بينا. ربنا يقويك يا راس وتفضل معانا كده وحمينا ويسترها معاك يا رب. أنا بشكر مبادرة كلنا واحد عشان دايما فاكرانا، وبشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر. ألف ألف شكر لوزارة الداخلية كلها، حميانا ومنورانا ومعانا في كل لحظة. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت، رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه الفوق مرفوع وسط النار بيفوق. أنا بجد كنت مبسوطة جدا لأن دي كانت التجربة ليا الأولى إن أنا وزع الحاجة دي بإيدي، وأنا بشوف الفرحة على أهلي وهم بيستلموا الكراتين من إيدي أنا والظباط، وانا بجد فخوره مبادره كلنا واحد جيل جديد. تحيا مصر. بنشكر وزاره الداخليه على الاهتمام، وبنشكر سياده الرئيس ان احنا جينا في مشروع معا حياه كريمه وحياه حلوه. النهارده كنت مبسوطه جدا ان انا كنت مع الضباط وبنفرق كراتين رمضان للاهالي. اشكر سياده الرئيس اللي هو افتكرنا مناسبه زي كده. تاتي هذه المبادره من منطلق الدور الاجتماعي لوزاره الداخليه، والذي يحرص في أحد محاوره على الاهتمام بأهالي هذه المناطق التي أنشأتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم، واستمرارا للدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لقاطني هذه المناطق على مدار العام. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس طبعا، نشكر أنه جاب لنا كرتونة رمضان، وكل سنة هو طيب إن شاء الله. جاء توزيع هذه العبوات التي تحتوي على سلع غذائية متنوعة وسط إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضارية الجديدة باهتمام وزارة الداخلية بهم وبأبنائهم، خاصة مع مشاركة هؤلاء الطلائع في توزيع هذه العبوات، وهي نتاج مبادرة جيل جديد التي غيرت المفاهيم لديهم ورسخ قيم التكافل الاجتماعي. شعب أصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. نشكر الرئيس على المبادرات اللي بيعملها لأهالي الأسمرات وإنه بيهتم بيهم. احنا بجد مبسوطين ان احنا بنشارك وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد في توزيع الكراتين على اهالينا هنا في حي الاسمرات. يعني حاسه بانبساط اكتر ان احنا كنا ماشيين مع الضباط وكده، بتحسسنا ان احنا كلنا واحد. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين. يتواصل الاهتمام الذي توليه وزاره الداخليه لاهالي المناطق الحضاريه الجديده عبر اطلاق مبادرات انسانيه واجتماعيه متنوعه تهدف الى رفع الاعباء عنهم وغرس قيم التكافل والانتماء لديهم، من منطلق الدور الوطني لوزارة الداخلية. بشكر الضباط ان هم جونا النهارده في عمير بشاري الخير وفي مبادرة كلنا واحد، ومبسوطة ان الرئيس فاكرنا في المناسبات وفي شهر رمضان، وكل سنة هو طيب. مصر تملي بتفتح بابها. متشكرين جدا وكل سنة طيبين، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار مصر. كل سنة وانتم طيبين دايما يا رب، وعليكم بخير رمضان كده يا رب. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. طبعا هم المصريين. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرتنا تستعرضها لنا ميرنا إيهاب. شكرا لك مصطفى، شكرا إيمان. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكدت الحكومة أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن، موضحة أن الموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر الماضية حققت أداء متوازنا. وذكرت المالية أن الموازنة العامة سجلت فائدا أوليا يقدر ب 193 مليار جنيه مقارنة ب 41.8 مليار جنيه،
بنسبة نمو أكثر من 4.5 مرات خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضافت الوزارة أن إجمالية قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من 13 مليار دولار، متوقعة أكثر من 20 مليار دولار تمويلات إضافية من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين. أشاد الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتجربة المصرية في قطاع الزراعة والغذاء والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، وقال الواعر إن مصر تمتلك الخبرات والقدرات الكبيرة في قطاع الزراعة والغذاء، مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة وليس في مصر فقط. أغلقت البورصة المصرية عند مستوى قياسي مرتفع لتتصدر بورصات الشرق الأوسط في أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 74 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.198 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 5.17% ليغلق عند مستوى 32919 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 2.50% ليغلق عند مستوى 7404 نقاط. كما صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 3.7% ليغلق عند مستوى 10596 نقطة. انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من عام 2023 أكثر مما كان متوقعاً، ذلك مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. كما أكدت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، ذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش يقدر بنسبة 19.4%. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 2.0% فقط مقارنة مع 6.5% في عام 2022. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد وعودة لكم مرة أخرى مصطفى وإيمان. شكرا لك ميرنا. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون للإنفاق يحول دون إغلاق جزئي للحكومة. وأوضح البيت الأبيض أن توقيع بايدن جاء بعد موافقة مجلس الشيوخ على تشريع الاتفاق لتمويل عدد من الوكالات الحكومية قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي. وجاءت موافقة المجلس على حزمة إنفاق تبلغ 467.5 مليار دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدماء وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 من سبتمبر. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. تقدم أخبار الرياضة ميرنا إيهاب، تفضلي ميرنا. شكرا لكما إيمان ومصطفى، والآن مشاهدينا جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة استعدادا لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق في 13 من شهر مارس الجاري، استعدادا لبطولة الودية والتي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبوظبي. شهدت قائمة المنتخب تواجد 10 لاعبين من الأهلي ولاعب وحيد من الزمالك، فيما تم استبعاد 11 لاعبا جاء على رأسهم محمد صلاح ومحمد النني. أما في الدوري الممتاز، فاز بيراميدز على الداخلية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام
ضمن مباريات الجولة 16. بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء واحد، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط. في مباراة أخرى فاز سموحة على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأسكندرية ضمن الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، وارتفع رصيد فريق سموحة للمركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 21 محتلا المركز السابع. في قمة الدوري الإنجليزي سيطر التعادل على نتيجة لقاء ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله في الجولة 28، وفقد ليفربول الذي رفع رصيده إلى 64 نقطة صدرته بهذا التعادل لصالح أرسنال الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما يأتي مانشستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 63 نقطة. انتهت أخبار الرياضة وأعود إليكم مرة أخرى مصطفى وإيمان. شكرا لك ملنا. أكدت السلطات الإندونيسية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى الأيام الماضية تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سومطرة الغربية، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 70,000 شخص ومسرع 19 شخصا على الأقل وفقدان 7. أدت الفوضى منذ الخميس الماضي في باندينغ عاصمة الإقليم وثماني مناطق أخرى إلى تضرر ما يقرب من 700 منزل وعشرات القصور والمدارس، وقال مسؤولون إن وكالة الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن المفقودين بمشاركة 150 من رجال الإنقاذ في جهود أعاقتها الطرق المغلقة في أعقاب الانهيارات الأرضية. لا مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة تستعرض لنا في مرة أخيرة ميرنا. شكرا لك مصطفى، شكرا إيمان، والآن مشاهدينا هذه وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد وبارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن القاهرة. القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، الإسكندرية 22-12، مطروح 20-13، بورسعيد 20-15، والإسماعيلية 25-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 13، العريش 21-10، طابة 24-13، شرم الشيخ 27-17، والغردقة 26-16. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 15، أسوان 33-16، الوادي الجديد 32-14، شلاتين 26-19، وأخيرا حلايب العظمى 28 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن نترككم مع أبرز لقطة في هذا اليوم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى مشاهدينا الكرام سوى التذكير بأهم وأبرز العناوين. خلال اتصالين هاتفيين، الرئيس السيسي يهنئ رئيس دولة الإمارات ورئيس التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية في مدينة سانت كاترين ويشهد توقيع عقود مكونات سياحية لموقع التجلي الأعظم. دار الإفتاء المصرية تؤكد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، معلنة غدا الاثنين أول أيام الشهر المبارك.